أسعد الله أوقاتكم. قبل بداية حلقة اليوم عن المناضل الكبير سعيد بن عيلات، أتوجه إلى الأصدقاء الذين أبدوا مجموعة من التعليقات، من بينهم الصديق عمر أدرموش الذي نبه أن كتاب مغرب بلا قناع في الحلقة السابقة للكاتب الفرنسي غوستاف بابان. شكرا على التنبيه. ولما بحثت وجدت أن الصحفي غوستاف بابان من مواليد 1865 وتوفي سنة 1939، وله مجموعة من الكتب القيمة تاريخهم طبيعة الحال حول المغرب، من بينها في المغرب ألفه سنة 1912، وكتاب جد مهم عن منطقة أزيران اسمه واوزغريت السرية، ثم مغرب بلا قناع عام 1932، وكذلك بدايته في الكتابة بكتاب كواليس السينما سنة 1908، ثم كتاب بعد الإفلاس. أتمنى أن أعود إلى بعض هذه الكتب وإلى هذا الصحفي الفرنسي، وخصوصا واوزغريت السرية لأنه كتاب جد مهم. وشكرا كذلك للسي عمر. التعليق الثاني إلى الصديقة أمينة رشوق التي طلبت أن أخصص حلقات عن سيرة التهامي القلاوي وعائلته. يسعدني هذا المقترح وسأعمل عليه لاحقا بحول الله. بينما الصديق خالد مولعة يطلب وضع صور الشخصيات أثناء التقديم، أتمنى أنا أبحث وأسعى إلى ذلك دائما. وشكرا إلى الصديقة والكاتبة المغربية نعيمة سعرب وزهر الشاوي وتوريا الطيب وخالد ويس على الحضور الدائم، وكذلك صديق السي محمد من الولايات المتحدة الأمريكية الذي أتمنى أن يكون بألف خير. أعود إلى حلقة اليوم. أتطرق إلى في هذه الحلقة إلى سيرة المناضل الكبير سعيد بن عيلات واسمه الحقيقي محمد أوجار، والذي بصم تاريخ المغرب المعاصر بمداد من الفخر، إذ يصر على أن المغرب الذي يقوده الخونة لن يجد فيه مكانا للشرفاء والمناضلين والعاشقين لهذا الوطن. لذلك لقي الإجحاف والمعاملة السيئة في مغرب الاستقلال، وحكم عليه بثلاث أعدامات متتالية. على المستوى المنهجي أقدم سيرة المناضل سعيد بن عيلات عبر قسمين أو شطرين: سعيد بن عيلات في عهد الحماية، وسعيد بن عيلات في المغرب المستقل. ابقوا معنا. إذن كما قلت أقسم سيرة سعيد بن عيلات إلى قسمين: شطر في مغرب الحماية، وشطر ثاني في مغرب الاستقلال. الشطر الأول سعيد بن عيلات في يعني زمن الحماية، واسمه الحقيقي محمد أوجار، من طينة الشخصيات الوطنية الكبيرة التي كرست حياتها للدفاع عن الوطن. ساهم كذلك له مساهمات قيمة وكبيرة في كفاحات الشعب الجزائري وفي الثورة الجزائرية. سعيد بن عيلات من مواليد 1920 بأمانوز دوار أزردي ناحية تفراوت بسوس. التحق بوالده بالدار البيضاء وهو في سن 10 من العمر، مع بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، ومع يعني الظهير البربري، وكذلك مع بداية تأسيس الحركة الوطنية. ظل يساعد والده في بيع الإسفنج قبل أن يتمكن من امتلاك شاحنة لبيع الخضر. عن التسمية يقول محمد أوجار: كنت أضع في قدمي نعالة تقليدية من النعال التي كانت موجودة آنذاك، شهرت بها حتى أصبح بعض الإخوان يلقبونني بهذه الصفة بن عيلات، وكلما جاء أحدهم يبحث عني في أمر ما يسأل صاحب الدكان: وشجا بن عيلات. أما اسم سعيد فهو أحد أسماء الحركية التي اتخذها حينما انخرط
في تنظيم المقاومة وكذلك انخراطه في جيش التحرير. بداية سعيد بن عيلات تأتي بعد انخراطه في حزب الاستقلال مبكرا، تعرف على قادة هذا الحزب ومن بينهم محمد الزرقطوني، عبد الرحمن اليوسفي، مشتى الجامعي، بن ناصر حركات، محمد المنصور، الفقيه برادة، وامتدت أصفاره خارج الدار البيضاء لنقل السلع على متن شاحنته بمدن تفراوت، أكادير، تيزنيت وتندوف. وكانت أصفاره مناسبة لمعرفة هذه الأماكن ولاستقطاب مناضلين جدد في الحزب قبل أن ينتقل إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. معرفته بهذه الأماكن وهذه المدن الحدودية ستساعده في تهريب الأسلحة وستمنحه دورا طلائعيا في قيادة جيش تحرير بجنوب المغرب، وسيصبح له شأن كبير يعني بعد العديد من الأعمال التي قام بها وسنأتي على ذكرها. في كتاب الصحفي عزيز الساطوري مسار مقاوم، يقول الصحفي عزيز الساطوري أنه التحق بصفوف الحركة الوطنية ثم بالقيادة المركزية لحركة المقاومة رفقة الشهيد محمد الزرقطوني ومحمد منصور وسليمان العريشي وعبد الله الصنهاجي. بن عيلات له قدرة عجيبة على الإفلات من المخابرات سواء الاستعمارية أو المغربية. بعد ذلك شارك في إفراغ باخرة دينا المحملة بالسلاح والقادمة من مصر، كما استقبل الباخرة الثانية النصر وهي كذلك محملة بالسلاح، وله معرفة كبيرة بأنواع الأسلحة وطرق تهريبها. من المؤسسين الأوائل لجيش التحرير بشمال المغرب، وهو رجل ميداني بامتياز يمتاز بالحيطة والحذر. تولى توزيع قطع السلاح بسرية كبيرة وبراعة فائقة على مختلف الفرق والتنظيمات بشمال المغرب، وله معرفة بصرية كبيرة وقدرة كبيرة على تذكر الوجوه والأحداث. كان له دور طلائعي في عديد من العمليات الفدائية التي نفذت ضد المستعمر الفرنسي، من بينها تفجير السوق المركزي في جوج دجنبر 1953، وكذلك تفجير قطار الدار البيضاء الجزائر في 3 نوفمبر 1953. وله قدرة كبيرة في على نقل السلاح وتأطير المقاومين. انسحب من حزب الاستقلال وانخرط في الحزب الجديد بتوجهات جديدة، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رفقة المهدي بن بركة واليوسفي والبصري، وهنا سيبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والملاحقات. يحكي سعيد بن عينة عن الشهيد محمد الزرقطوني ويقول أنه كان يتميز بشجاعة استثنائية، وكان يقطن في منزل متواضع بحيث بات بالدار البيضاء، وأنه كان لا يبتغي أي شيء سوى حصول المغرب على الاستقلال. كما يحكي عن رجل ومناضل من طينة المناضلين الكبار محمد منصور، ويعتبره من الركائز الأساسية للمقاومة المغربية، ويصفه أنه كان بطلا جسورا. في المغرب المستقل انخرط سعيد بن عيلات في الحزب الجديد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وسيتبنى أفكاره التحررية وكذلك التصدي للخونة، وكذلك انخرطه في جيش التحرير وقيادته بشمال وجنوب المغرب، وانخرطه في حركة شيخ العرب. ستقود هذه الانخراطات الثورية
إلى الحكم عليه أولا بالإعدام فيما يسمى بمؤامرة 1963 ضد النظام، وسيطلق سراحه بعد سنتين، ثم حكم ثاني بعد أحداث 1965، وسيهرب إلى الجزائر عند صديقه أحمد بن بلة، والذي يقول عنه أنه من صدر حال نواحي مدينة قلعة السراغنة. ثم حكم ثالث بالإعدام سنة 1971 بعد اختطافه من إسبانيا سنة 1969. له علاقة قوية بالقادة الجزائريين، بن حمو المسفيوي الرئيس الجزائري، هواري بومدين، أحمد مهري، عبان رمضان، والرئيس الجزائري كذلك أحمد بن بلة، وكذلك الرئيس الجزائري محمد بوضياف، الذي يقول عنه أنه كان شخصا يعيش على الكفاف بالقنيطرة وبسمو الأخلاق ونظافة اليد، ولا يملك سوى الثياب التي هي على ظهره. بعد الانقلاب في الجزائر في 19 يونيو 1965، وتضييق الخناق على المناضلين المغاربة والمعارضين المغاربة، اتجه سعيد بن عيلات إلى إسبانيا، وتم اختطافه من إسبانيا سنة 1969، وحكم عليه بالإعدام ووضعه بالسجن المركزي بالقنيطرة، وصدر حق عفو بتدخل من المقاوم حسن صفي الدين، الذي خاطب الحسن الثاني بالقول: لن أرتدي السلهام ما دام سعيد بن عيلات في السجن، ليطلق سراحه سنة 1972 من سجن القنيطرة. في هذا السجن، يعني السجن المركزي، تم تعذيبه بشكل كبير جدا، فقال لهم: اقتلوني. فقالوا له: سنعذبك شر تعذيب. في مارس 1973 عين بالمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قبل أن يصبح رئيسه حتى سنة وفاته سنة 2017 بمصحة الشيخ خليفة بالدار البيضاء. كان يردد أن الكثيرين الذين ارتموا على المناصب واغتنوا من الخونة في مغرب الاستقلال ولم يشاركوا في حركة المقاومة. نأتي على نهاية هذه الحلقة. كل المنى، ننتظر تعليقاتكم وتفاعلاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاءات وحلقات جديدة بحول الله. كل المنى والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.